كان جات في الطياب نعرف نطيب خير منها نورمال، والله يا أستاذ غير نقدر نطيب لروحي نورمال، ولو كان جات في الغسيل نعرف نغسل لروحي في لا ماشين نورمال. ايه نعيف صح، قولي هي واش بها؟ انا خدعني الماكياج، في الاول كانت مرا نورمال، بصح بعد الزواج طار الماكياج، طارت معاه المرا والنورمال. كيما راك تشوف انا انسان حطه. وي الله يبارك. يا قلت ندي وحده كيما انا في الزين، الله غالب الزين تاعي ما كاش، ديت وحده شويه لتحت. راك على بالك ان نخلو البنات تاعنا يبورو ما نقدروش. لا كثر خيرك راك قايم بالواجب. بصح طحت في وحده نخليك انت تشوف. ما خصها والو مرتك. بصح تقول شيرين عبد الوهاب، شوف تصاور لي موراها وقول لي اسكو نورمال. هنا قاعد غير عبد الوهاب، شيرين طارت. شوف عندك بلي كاين صالونات تجميل يدخل عندهم الراجل يرجعوه مرا، وتدخل عندهم مرا يرجعوها راجل، والعياذ بالله. هي انا ما نكذبش عليك، من غير الكيراتين اللي درتها في اللحيه تاعي قطره ماكياج ما درتهاش. نورمال كيراتين نورمال مو انت ثاني هي تدي تعويض. يا والله يا استاذ ماني حاب والو، خدعوني والله غير خدعوني، انا عندي حقي برك. شوف انا ربحت قضايا كبار بزاف وين تبان هذه، وقضيه مثل هذه ما نتسامحش معها، وراح نرفع قضيه على صالون التجميل هذو كامل نورمال.